السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم شاهدي يومية تونسية في الجزائر العاصمة، تابعوا معنا هذا الفيديو. كنيتك المادية ما تسمح لكش باش تمشي للمحلات الغالية، اروح نديكم الاسواق الرخيصة في الجزائر وبالتحديدا في القصبة وبالاي في القصبة في الاسواق اللي قريبة لباب الواد. دونك انا البلاصه ما نعرفش اسمها لكن اكيد كلكم تعرفوها، سوختو اللي يسكنوا في الجي، هذه مقابله قريبه لساحه الشهداء. هذوما الملابس اللي بالحق تلقوه بارخص الاسواق من 150 الى ثم حتى ب 60000 حتى ب 70000. تلقى تونيكين الله يبارك، معناتها حاجه تكون شابه لكن تلقى رخيصه بالحق، اسواق في المتناول. مشيت عمل طلة غادي وشد برشا صوالح لي انا، بعد عادة الحمد هذاك ديجا حكيت لكم عليها قبل، هذا كل شيء بيع فيه ب 50000. كل مره نجيب سلعه جديده، سلعه شابه الله يبارك، كيما تشوفوا هناك كل شيء على 50000. سوا فيستي سري ولا تشي تكون كومبلي، سري ولا نتاع سبور تقدر حتى تخرجي بهم فيه لاتاي الكل. انا وريتكم الطريق اكزاكت باش تقدروا تروحوا. بعد قلت خليني نمشي نعمل دوره في بيبي الواد. بيبي الواد مزيانه برشا، حلوه كي نتعدى من عندها كنحس البلاصه محلاها تهب، نحب ديما نتعدى منها بيبي الواد. بعد برشا قالوا لي يا شيما برا امشي لسيدي فرج، قلت لازم اليوم قبل ما نروح نرجع لتونس لازم نزورها سيدي فرج. بالحق اللي نصحني بسيدي فرج يعطيه الصحه نقولوا برافو، خاطر بالحق بلاصه مزيانه. هي بورت سيدي فرج، هي بورت فيها برشا هكا بلاصه مزيانه، كاله محلوه فيها هكا سفينه كما قنطاوي نتاع سويسرا، لكن بيان سور سيدي فرج اكبر محلاها، بلاصه مزيانه. قعدت الليل نحوس فيها وندور فيها، عجبتني برشا برشا. ما نحكيلكمش على البلاصه قداش كالم قداش حلوه، ما تلقاش فيها برشا ناس، تحوس في عقلك، حد ما يقلقك حد ما يديرو نجيك. كما تشوفوا سيدي فرج في الليل محلاها كالم ياسر، حلوه برشا. دونك حبيت نعمل بكم تحويسه، بعد قلت خلينا نمشي نعمل بكم دوره اخرى. قالوا لي سطاويلي قريبه لها، عملت دوره في السونتر فيلا نتاع سطاويلي. بعد قلت زعما العشاء وين باش يكون الليله، قالوا لي على رستورون في سيدي فرج فيه حوت، بيع الحوت بجميع انواعه كروديت ورخيص، رستورون هو فاميليال عائلي محلاه. قالوا لي عليه، قال لي شيما لازمكم تعمل طلب في الرستورون هذايا، كما تشوفوا ما شاء الله الحوت بجميع انواعه ما شاء الله. وانا عندي صافي لونتو ما كليتش حوت، خاطر الحوت غالي شويه في الجزائر، لكن فما محلات رخيصه سوختو رستورون هذايا مولاه. قال لي اختي مرحبا بك ضيفتنا الليله علينا احنا، دونك بارك الله فيه. يعرفني كما يقولوها، تعرف عليا في التيك توك وقال لي اجا معناتها شوف المحل ومونتون نفرحوا بك قبل ما ترجع لتونس، يرحم والدي وبارك الله فيك. اشري واشري، دخلت نوريكم شويه الميني، ماهوش غالي برشا، اسوان في المتناول. كليت عنده برشا حاجات، فرح بيا يرحم والدي. باش نعطيكم كيما نقولوا فكره صغيره شنو فرح بيا. دونك كيما تشوفوا لهنا سلاطه محلاها، دونك لهنا حميز كيما تقولوا انتم احنا سلاطه مشويه، لهنا الصوص نتاع الحوت. انا نحكي هيك حسب لهنا الكلامار. نوريكم الطبق الرئيسي اللي بالحق وقف لي مخي، ما قدرتش ناكل كل الحوت والكروفيت ما شاء الله تبارك الله. بالحق حاجه ما نحكي لكمش بالرسمي، حاجه بنا على بنا. وبعد بعطاني حاجه تاع حلوه كليتها بيان سور ومعها كاستيك، عنده برشا صوالح شابين، يعني بعد ما تتعشى يعطيك حاجه حلوه تاكلها من عنده راهو. وبعد كملت طريقي ورجعت للدار وروحت فرحانه، ما ندري اللي عشاء ما كملتش ناكل كل، خليت منه شويه ما قدرتش ناكل وفرحوا بي يعطيهم الصحه بارك الله فيهم. دونك روحت للدار وانا في طريقي حبيت نوريكم الدار اللي انا فيها تنشير بلاصه كامل محلاها. ان شاء الله يكون عجبكم الريبورتاج، ما طولتش الليله لكن على غالب ان شاء الله فرصه اخرى، وهذه راح تكون اخر ليله عندي في الجي سونتر وملتقانا في الايام الجايه. اليوم باش ناسكم الاحلى بلاصه تعجبني في الليل، مقام الشهيد في جزائر العاصمة. البلاصة اللي تعجبني في الليل، شنو الحاجة اللي تعجبني؟ إن المقام سبحان الله تلقاه ملون في الليل، المنظر اللي يعطيه في الليل غير عادي. الحق كل ما نمشي غادي شيخ ونعمل بون كيف ونعمل جو مزيان برشا. باش نزيد نصور لكم مقام الشهيد باش تشوفوه بيان في الليل، واعطيوني رأيكم وحدكم. بالحق شوفوا البلاصة محلاها، تهبل تلمو عجبتني على الاخر، سخطو الاضواء اللي فيها الاحمر والاخضر، والمنظر اللي فيها زاده في الليل منظر غير عادي.
ننصح أي واحد يحب يزور جزائر العاصمة، أول حاجة يزورها هي مقام الشهيد. مش نوريكم مقام الشهيد من بعيد في الكهرباء. شوف من بعيد كيفاش محليها، عاطية منظر مزيان، عاطية فلو، عاطية كما قولوها حاجة، صورة مزيانة للجزائر العاصمة الكل. محليها البلاصة عجبتني على الأخر. دونك بعد ما كملت حوست مشيت، تعديت درت شوية في الشوارع العاصمة كالعادة، من بعد عدت لبن عكنون، تعدت للمول تاع بن عكنون، رجعت له ومشيت له مرة الفاتة عاودت رجعت له خاطر عجبني برشا. دخلت شوية البوتيكات باش نشوف الأسواق نتاع القش. بون كان القش الأسواق نتاعو غالية بصح لا مارك، تلقى الكل كلاس، لا مارك حاجة مزيانة على خاطر تلقى شوية قش. خويا وصلني على حاجة، دونك تعدينا زادا للقهوة اللي موجودة في المول، عجبتني زادا محليها برشا، فيها قاعدة فيها تراس شباب على الآخر. دونك كيما تشوفوا لهنا، من بعد قلت نكمل نحوس بيكم خاطر بالحق المول هذايا عجبني، في قاعدة شابة تلقى فيه كلش، قهاوي لولو مستورة من داخل. بعد قلت نكمل نحوس بيكم جزائر العاصمة في الليل، خاطر العاصمة في الليل مكان ولا أروع. أكثر حاجة جذبت لي الأضواء اللي فيها، اللي بالحق فيها لمسة سحرية، تحس في روحك تحوس ونفسيتك مرتاحة برشا 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 برشا. الحق مزيانة البلاصة هادي عجبتني على الآخر. أنا تحب نمشي بيكم أكثر بلي نحكي لكم على جزائر العاصمة وجمالها، منكملش الهدرة. مو بالحق مزيانة حلوة، وإن شاء الله نكون عايشتكم الأجواء الجمال العاصمة. حوست كيما تشوفوا يعني الشوارع، شوفوا محل الشوارع في الليل. دونك مزيانة برشا حلوة. بعد قلت قاعدة نحوس وين باش ناكل الليلة، وين باش نتعدى، وين باش نروح، لازم ناكل حاجة. قالوا لي في الدرارية فما مشاوي مزيانة برشا، قلت لازم نمشي نتغشى في الدرارية. قالوا لي على وصول المطعم الصيفي راهو بنين وما كلتو بنينة حلوة بزاف، قلت لازم الليلة نعمل مشروع. مشيت له كالعادة، دخلت للمحل، لقيت عنده مشاوي محلاها منظمة بجميع أنواعها. قلت لازم نهبط الليلة مشروع، هبطت صيلة وحميص وشرب منعرفش شنو تقولو لها بنزيري. بعد تعديت لجران بوست حوست خاطر ما بقاليش بزاف، ونرجع لتونس أكثر بلاصة توحاشا هي لجران بوست، مزيانة برشا. إن شاء الله يكون عجبكم الريبورتاج. قد ما نحوس في جزر العاصمة ما نعيش، لكن نحب نقولكم اللي أكثر بلاصة عجبتني هي جزر العاصمة. إن شاء الله يكون عجبكم الريبورتاج. سلام.